لاحظوا مزيان، هذه ما فيهاش، بالدليل والبرهان باش نكونوا واضحين. 20 درهم ايضا بالدليل والبرهان، ما فيهاش الخط اللي كيفصل ما بين التاريخ الميلادي والهجري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ردوا بالكم، اللي صادف هاد جوج الأوراق النقدية من فئة 20 و50 درهم ولقى فيهم هاد المواصفات اللي غادي نذكر اليوم في هاد الفيديو، يحتفظ عليهم ويعرف قيمتهم، لأنهم مطلوبين عند هواة الجمع والمهتمين بالنقود النادرة والقيمة والمتميزة. نبدأ بالورقة ديال 20 درهم. كما كتلاحظوا ورقة جميلة، من أحسن وأجمل الأوراق النقدية التي أصدرها بنك المغرب، وهذه أصلية 100%. غادي نمشيو للتاريخ ما بين التاريخ الميلادي والهجري. كنلاحظوا هنا ما كنلقاوش خط اللي كيفصل بيناتهم، فهذه اللي ما فيهاش الخط اللي كيفصل ما بين التاريخ الميلادي والهجري هي نادرة وشحيحة ومطلوبة عند هواه جمع الأوراق النقدية، وكما ذكرت اللي صدفة يعرف قيمتها. لاحظوا مزيان فيها، يعني ما فيهاش الخط، بالدليل والبرهان. مقارنة مع الورقة الأخرى ديال 20 درهم، كما كتلاحظوا ورقة أصلية 100%. لاحظوا هنا في هذه الورقة هذه ما بين التاريخ الميلادي والهجري كنلقاو خط صغير كيبان فيها نقطة، ولكن هذا خط كيفصل ما بين التاريخ الميلادي والهجري، فهذه موجودة بكثرة ويمكن تلقاها بسهولة. إنما الأخرى اللي ما فيهاش الخط ما بين التاريخ الميلادي والهجري هي شحيحة. نمر الآن للورقة ديال 50 درهم. كما كتلاحظوا حتى هي ورقة جميلة، يعني من أجمل إصدارات بنك المغرب، ورقة أصلية 100%. كنمشيو أيضا ما بين التاريخ الميلادي والهجري. لاحظوا هنا في هذه الورقة هذه ما كنلقاوش الخط اللي كيفصل بيناتهم، فهذه أيضا شحيحة ومطلوبة عند هواه جمع الأوراق النقدية. مقارنة مع الورقة الأخرى ديال 50 درهم، كما كتلاحظوا حتى هي أصلية 100%. لاحظوا هنا ما بين التاريخ الميلادي والهجري كنلقاو خط كيفصل بيناتهم، فهذه يعني موجودة بكثرة ويمكن تلقاها بسهولة. إنما الأخرى اللي ما فيهاش الخط اللي كيفصل ما بين التاريخ الميلادي والهجري فهي شحيحة ومطلوبة عند هواه جمع الأوراق النقدية. لاحظوا مزيان، هذه ما فيهاش، بالدليل والبرهان باش نكونوا واضحين. 20 درهم أيضا بالدليل والبرهان، ما فيهاش الخط اللي كيفصل ما بين التاريخ الميلادي والهجري. ردوا بالكم دائما في الأوراق النقدية، ربما تلقوا فيها شي أشياء اللي كترفع القيمة ديالها. وبالتوفيق للجميع، دمتم في رعاية الله وحفظه.